السلام عليكم، معكم محمود من قناة لوا لايف. صباح الصباح والكفاح، ازيكم حبايبنا؟ لازم النهاردة ببدأ رحلتي في الحلقة دي بدعاء لقيته مكتوب بالحروف التتارية في أحد المساجد الروسية، حبيت أشاره معاكم. سبوح قدوس يا رب الملائكة ورب، نشوف السطر التاني أو دعاء تاني مكتوب في الجزء ده. نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم آمين. يلا نجري نبدأ رحلتنا. من أمام البنك المركزي المصري العريق لفت نظري المبنى الجميل ده، ولفت نظري أكتر إن في حاجة فوق لو تاخدوا بالكم اسمها سفارة الجزائر، المركز الثقافي الجزائري. ولفت نظري برضو إن في حاجة اسمها فريدم هوستل، هو في هوستل في مصر؟ أول مرة أعرفه أو أشوفه يعني. ورابطة العمال لأبناء الدقهلية، حاجة كده. سينما كوزموس الشهيرة، كانت شهيرة زمان، معرفش دلوقتي شهيرة ولا لأ. وسط القاهرة يا سادة يمتاز من وجهة نظري بثلاث حاجات رئيسية. الحاجة الأولى إنه خليط ومزيج ما بين الفن المعماري الأوروبي والعربي والإسلامي، بتلاقي عراقة كده في المباني وفيها عبق ومحطوط فيها ثلاثة ديزاين أربعة ديزاين مع بعض. تاني حاجة إنها كانت قلعة للتجمع العربي كله، كنت تلاقي الوطن العربي والكتاب والمثقفين والعلماء العرب والقادة العرب عارفين وسط البلد في القاهرة كويس جدا، ويشرحها لك ويقول لك المطاعم والكافيهات والمؤسسات القومية والمؤسسات السياسية والأحزاب وكل حاجة، كان يقولها لك مكانها بالضبط موجودة فين، بالكافيه بالمطعم حتى بتاع الفول والطعمية. فكانت بمثابة تجمع عربي في قلب الوطن العربي. تالت حاجة بقى ودي الأهم، هي الصخب الشعبي والقومي اللي موجود في وسط القاهرة. يعني ايه؟ يعني ما هياش منطقة محلاتها موجهة او خدماتها موجهة للصفوة فقط، لا، لكل الفئات، المعدم والمتوسط الحال والسادة والمشهورين والوزراء وكل الفئات ممكن تروح تتسوق وتاكل وتشرب وتتمشى ومحدش يزهق خالص. فكان هذا التجمع يمكن هو اللي بيدي تماسك للشعب المصري وتناغم وتماهي كده في الألوان جوه بوتقة أو جوه معجنة وسط القاهرة. ما أعرفش الموضوع ده بيحصل لحد النهاردة ولا لأ، ولكن هذا ما اعتدنا عليه في وسط القاهرة. نيجي للجزء اللذيذ في القصة، السوبر ماركت المصري وقد إيه الجبن والزبادي والأنواع بتاعتهم قد ايه حاجة لذيذة وطعمة ودايما بتجري الريق. وطبعا الشيبسي، طبعا الشيبسي في المجمل هو شيء مضر للصحة، ولكن مرة كده كل شهر ولا كل شهرين ما جرش حاجة. التنوع بقى في الانواع وفي الاطعمة ما اقولكش وما وصكش، حاجة تجري الريق غصب عننا، هنعمل ايه؟ نيجي للجزء بقى بتاع اللحوم المصنعة، ودي برضو ناس كتير يقولك ما مضروبة، ما فيها اضرار، معمولة بمواد كذا. بس الصراحة الواحد من صغره متعود على الحاجات دي طعمها حلو، طب بلاشها، نشوف مثلا حاجة زي اللي قدامنا دلوقتي ده، عارفين ايه ده؟ خلطات بتاعت رنجة. طبعا من هواة الرنجة ياخدوها مثلا بطارخ بالليمون، مشوية، مسلوقة، متشوحة، محروقة، زي ما حضرتك عايز، كله طعم وبيتاكل. الشعب المصري معظمه كيفة سمك وبنعرف نطبخه بأنواع مختلفة طعمة جدا. نيجي بقى للحاجات الحرشة، المخللات والزيتون بقى والبصل المخلل، ودي الحاجات اللي تظبط الأكلة ولازم تتحط على الطاولة كده علشان مزاجك يتعدل، حتى لو مش هتاكل منها من ريحة حتى. نيجي للجبنة البيضة بقى والخلطات، ولا مش عارف دي بقى زبدة ولا ايه، ولا قشطة، سواء كانت جبنة أو زبدة أو قشطة كله هيتاكل ويتنسف صدقوني. ونشوفكم على خير وفي خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سلام عليكم.